اهلا بحضراتكم من جديد. دكتور عضيه، عايز اسحقك في مواعيد القيد، مواعيد القيد الصيفيه بدايه الموسم هتكون 10 10 ل 4 11 دي و 4 11 ل 15 11 دي القايمه الاضافيه. يعني التسجيل في القيد الشتوي هيبقى من 15 2 ل 15 3. اولا بس انا عندي تحفظ عايز اقوله سريع كده. آه. ايه الحكمه من الغاء القيد في الاول في الاسبوع الاول من كل شهر بالنسبه لمسابقات الناشئين؟ انا كنت سامع طبعا الاخ الفاضل العزيز الكابتن علاء نبيل، هو طبعا مدرب كبير، بس انا عايز اسال الكابتن علاء نبيل قال ايه المشكله لما لعيب يقعد شهرين؟ مسابقات الناشئين كلها يا كابتن علاء ممكن تتلخص في بعض المناطق يبقوا ثلاث اشهر. لما يقعد منهم شهرين يعني الموسم بالنسبه له خلص، ده رقم واحد. رقم اثنين، رمضان 15/4، فاللعيبه اللي هتقعد يعني اللي هيعديها 15 11 شهرين 15 11 حضرتك انا عايز اقول ان في انديه كتيره جدا عندها شيء من البيروقراطيه شويه، ما تقدرش تسلم لاعب ولا تديله بدل انتقال ولا بدل تغذيه ولا ملابس ولا اي حاجه الا لما يكون مسجل. يعني معنى كده ان اللاعب دوت في ظل الظروف الاقتصاديه اللي احنا بنعاني منها هيقعد يجي لك شهرين بيتكبد وبيزود الحمل على مشاكل الاسره المصريه. ايه العيب اللي هيحصل في مسابقات الناشئين، وخاصه ان دي حاجه كانت قائمه وما لهاش علاقه خالص بالفريق الاول، انك في الاسبوع الاول عشان ما يحصلش تسرب. مهم جدا الناشئين يا كابتن انا اسامه والبراعم دي قضيه امن قومي. لو النظام كان نظام اللوائح اللي بتتعمل نظام اللوائح دي ما عندهاش قدر من الاحتواء هيحصل تسرب بشكل كبير جدا لكل الناشئين دولت. الاولاد دولت في سن ما عندهمش من الحكمه وعندهم الاسر بتاعتهم، انت عارف المستوى الاقتصادي عندنا لاغلب الاسر ديت، الا بقى اللي قادر اللي بيروح الاخوه اللي عاملين استثماري اللي هيكون دمار على الكره المصريه. يعني انت شايف حضرتك ان النهارده القيد الاول من الاسبوع من اول كل شهر ده الافضل، ده مناسب جدا للناشئين والبراعم، لكن في الكبار خلاص يعني انت النهارده صلاحيه اللعيب في السن الكبير، انت النهارده اللعيب في البراعم تقييمه عمليه صعبه جدا. من اخطر من يمكن عمليه تقييم اللاعبين في المراعم. اولا ممكن يكون فيها احكام متسرعه في التغيرات اللي بتحصل في الفئات العمريه والتغيرات الفسيولوجيه والجسمانيه اللي بتحصل في اللاعب، فممكن اللاعب السنه دي يديك مستوى، السنه الجايه يديك مستوى، الشهر الاولاني يديك مستوى، عبال ما يتوائم مع الفريق ويخش ويندمج يديك مستوى تاني، ممكن خلاص تقتنع بيه بس يبقى قدامك شهرين، فيجي المدرب يقول لك خلاص بقى ده فاضل ماتشين في الدوري هايده على ايه؟ يبقى راحت سنه من على اللعب. طيب.